بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي طلاب الانتساب المطور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا الآن مع المحاضرة الخامسة من مقرر في مقرر التفسير 3، وهذه المحاضرة تتضمن تفسير 5 آيات من أول سورة الحشر. هذه السورة الكريمة سورة مدنية، وتسمى سورة بني النضير، آياتها 24 آية. تناولت هذه السورة الكريمة جانبا من جوانب التشريع الإسلامي، فتناولت فيما تناولت قصة إجلاء بني النضير، وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأجلاهم عن المدينة المنورة. كما تناولت السورة الكريمة حكم الفيء في الإسلام، والحديث عن المنافقين الذين تحالفوا مع اليهود، ثم تناولت وعظ المسلمين بالتقوى وموجباتها، وختمت السورة الكريمة بذكر أسماء الله الحسنى. الآيات 5 من بداية هذه السورة الكريمة تناولت قصة بني النضير الذين نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وموجز قصتهم كما ذكرها أهل السير أنهم طائفة كبيرة من اليهود كانوا في جانب المدينة المنورة وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، كفروا به في جملة من كفر به من اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد هادن سائر طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة. فلما كان بعد غزوة بدر بستة أشهر أو نحوها، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الطمري، فقالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلسها هنا حتى نقضي حاجتك. فخلى بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا. فقال لهم سلام بن مشكم لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه بما هم به، فنهض مسرعا صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك يا رسول الله، فأخبرهم بما كان اليهود قد هموا به. وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى اليهود يهود بني النضير، أن يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم 10، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ألا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان، يريد أن يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له عبد الله بن أبي بن سلول، وبعث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونهضوا إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء، فأقاموا على حصونهم يرمونهم بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة، وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليه نحن نخرج من المدينة، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال والسلاح. وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لأن الله تعالى أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم.
واستولى النبي صلى الله عليه وسلم على أرضهم وديارهم وقبض السلاح، فوجد من السلاح 50 درعا وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفا. هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير. يقول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يخبر الله تعالى أن جميع ما في السماوات وما في الأرض يسبح بحمده تعالى ويمجده ويقدسه ويوحده وينزهه عما لا يليق بجلاله، كقوله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهو العزيز أي منيع الجناب الذي قهر كل شيء فلا يمتنع عليه شيء ولا يستعصي عليه مستعصي. الحكيم أي الحكيم في صنعه وفي خلقه وأمره، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع إلا ما فيه مصلحة ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي هو عز وجل الذي أخرج يهود بني النضير من مساكنهم بالمدينة المنورة. وهذا بيان لبعض آثار قدرته تعالى الباهرة وعزته الظاهرة، وقصة يهود بني النضير ذكرناها في بداية المحاضرة. ما ظننتم أن يخرجوا، أي ما ظننتم أيها المؤمنون في مدة حصاركم لهم وكانت 6 أيام، ما ظننتم أن يخرجوا من ديارهم بهذا الذل والهوان مع شدة حصونهم ومناعتها وشدة بأسهم، حيث كانوا أصحاب حصون وعقار ونخيل وثمار، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي وظنوا أن حصونهم الحصينة تمنعهم من بأس الله وتدفع عنهم عذابه وانتقامه. قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي جاءهم من أمر الله وعذابه ما لم يكن لهم في بال أو حسبان، وقذف في قلوبهم الرعب. قال أهل اللغة: الرعب هو الخوف الذي يرعب الصدر أي يملأه، وقذفه أي إثباته فيه. والمعنى: وألقى الله في قلوب بني النضير الهلع والجزع والخوف الشديد، الذي هو جند الله الأكبر الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة ولا شدة، مما أضعف قوتهم وسلبهم الأمن والطمأنينة حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نصره الله بالرعب مسيرة شهر؟ أخرج البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، إلى آخر الحديث. قوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أي يهدمون بيوتهم بأيديهم من الداخل وأيدي المؤمنين من الخارج. قال المفسرون: كان بنو النضير قبل إجلائهم عن ديارهم يخربون بيوتهم فيقلعون العمد جمع عمود، وينقضون السقوف جمع سقف، وينقبون الجدران لئلا يسكنها المؤمنون حسدا منهم وبغضا. وكان المسلمون أيضا يخربون سائر الجوانب من ظاهرها ليقتحموا حصونهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فاتعظوا بما جرى عليهم يا ذوي العقول الكاملة والبصائر النافذة، فإن في هذا معتبرا يعرف به صنع الله تعالى في المعاندين للحق المتبعين لأهوائهم الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوتهم ولا حصنتهم حصولهم حين جاء أمر الله. ثم أخبر الله تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون، لم يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة، وأن الله تعالى خفف عنهم، فقال عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي بالقتل، ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي ولولا أن الله تعالى قضى عليهم بالخروج من أوطانهم مع الأهل والأولاد لعذبهم في الدنيا، أي لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بإخوانهم من بني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار، أي ولهم مع عذاب الدنيا عذاب جهنم المؤبد الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله تعالى. فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها بقية،
فما أعده الله لهم من العذاب في الآخرة أشد وأعظم. قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، أي ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ذلك إشارة إلى ما تقدم ذكره من الجلاء في العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، أي ذلك الجلاء والعذاب بسبب أنهم خالفوا الله وعادوه وعصوا أمره وارتكبوا ما ارتكبوا من الجرائم ونقض العهود في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، أي ومن يخالف أمر الله ويعادي دينه فالله ينتقم منه، لأن عذابه شديد وعقابه عز وجل أليم. وهذه عادته تعالى وسنته في من شاقه. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم أخبر الله تعالى أن ما جرى من المؤمنين من قطع النخيل وإحراق بعض الأشجار المثمرة إنما كان بأمر الله وإرادته، فقال سبحانه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لهذه الآية سبب نزول. قال المفسرون: لما نقض اليهود، أي يهود بني النضير، لما نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم وأمر بقطع نخيلهم وإحراقه إهانة لهم وإرعابا لقلوبهم، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك نبي وأنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار وتحريقها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. والخطاب للمسلمين، أي ما قطعتم من شجرة نخيل وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله تعالى ومشيئته وقدره ورضاه، أي القطع والترك كل ذلك بمشيئة الله تعالى. وفي ذلك نكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، يعني حرق من هذا النخل وقطع، وهي البويرة، فنزلت، يعني نوع من النخيل، فنزلت الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، أي وليذل الله الخارجين عن الطاعة وهم اليهود ويغيظهم في قطعها وتركها، حيث سلطكم على قطع نخيلهم وتحريقها ليكون ذلك نكالا لهم وخزيا لهم في الدنيا وذلا يعرف به عجزهم التام، حيث ما قدروا على استنقاض نخيلهم رغم قوتهم وحصونهم، ونخيلهم هذا هو مادة قوتهم التي ينبغي أن يدافعوا عنها، لكنهم ما قدروا على استنقاذه رغم حصونهم وقوتهم. ولأنهم هذا الذل، لأنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في أموالهم كيف شاءوا من القطع والترك ازدادوا غيظا وازدادوا ألما، فأخزاهم الله تبارك وتعالى. قال الإمام الرازي: إنما أذن الله تعالى في ذلك، أي في القطع وفي الترك في الأمرين، حتى يزداد غيظ الكفار وتتضاعف حسرتهم بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعز أموالهم. إلى هنا انتهت المحاضرة الخامسة، وموعدنا في المحاضرة الآتية إن شاء الله المحاضرة السادسة مع آيات أخرى من سورة الحشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.